تأمل بسيط. كم عمر الإنسان في المتوسط؟ يعني تقريبا 60 سنة، 70، 80، قل 100. طيب منذ أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة كم سنة؟ ملايين، ملايين السنين. طيب الملايين هذه، الملايين إذا جيت بالمئة سنة حقتك من آدم إلى هالوقت، كثير ولا شوية؟ ولا شيء. تخيل واحد عنده 20 مليون سحب منها 100، ولا شيء، ولا يدري عنها أصلا، رقم لا يحسب. فحياتنا في هذه الدنيا مهما طالت 100 سنة كانت، هي في تاريخ البشرية ومضة كذا. ترى حياتنا كذا. لما قيل لتلك العجوز من بني إسرائيل أن أناسا سيأتون أعمارهم 80 سنة و60 سنة، قالت 80، بس 80، وكانت الأعمار بني إسرائيل كان بعضهم يوصل 1000. قالت والله لو كان عمري 80 سنة لأمضيته سجدة لله. وش 80 سنة؟ ففي حياتنا بالنسبة لتاريخ البشرية ومضة. طيب احنا نعيش على أي كوكب؟ على كوكب الأرض. الأرض بالنسبة للشمس وش كبرها؟ ترى صغيرة مرة. الأرض بالنسبة للكواكب كلها ولا شيء. المكان اللي احنا فيه هذا هالقطعة الصغيرة دي، هالقطعة الصغيرة وين هي؟ ولا شيء. ثم تطيع شخص موجود في هالقطعة الصغيرة هذه اللي نحن فيها في معصية لا يريدها الله، لأنك مستحي منه أو خايف منه. هالشخص هذا وش يملك هالقطعة في هالديرة في الدير في الأرض، في الأرض كلها؟ طيب وش الأرض عند خالق السماوات والأرض؟ يعني لما نفكر أن احنا نطيع مخلوق ونعصي خالق، هذا تفكير لا يستقيم عقلا. فحياتنا، كل حياتنا عبارة عن ومضة في ذرة. هاي ذرة ولا شيء. الأرض ذرة، يعني وش حجمها الآن؟ طيب بس في صورة أعظم من ذلك، وتخيل الله سبحانه وتعالى خالق هذه الأشياء في صورة أعظم من هذه. يصير أقرب، الله يغفر لك، جزاك الله خير. طيب شفتوا الشمس يا جماعة؟ شفتوا الأرض؟ هذه الشمس. طيب خلنا نشوف هذه الشمس ايش كبرها. هذه الشمس بالنسبة للمجرة، هذه بالنسبة لهذه بيت الجوزاء، هذه الشمس أجوان الأرض. الأرض غدت صارت ذرة وهباء في الكون. فإحنا حياتنا ومضة في التاريخ، ونعيش على ذرة في هذا الكون. فلماذا نقدم رضا المخلوق على رضا الخالق؟ وماذا عسانا نأخذ من جناح البعوضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الدنيا عند الله كجناح بعوضة. وتجد أن حياتنا هالومضة السريعة اللي نعيشها في هالذرة المتطايرة اللي ما لها قيمة، وتلقى الواحد منا يحسد ويحقد وزعلان على فلان، وما يحلل أخوه، وفي خاطره على ولد عمه، وما يكلم جاره اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ويبدأ يفكر الإنسان بطريقة أرادها الشيطان، لا طريقة أرادها الرحمن سبحانه وتعالى. عندما تتسامى عن السوء، هذه شخصية قوية يا جماعة. ببساطة الآن هذا الكرسي كبير وكل ما رقيت فوق وناظره من فوق إيش يصير له؟ يصغر. ولما أطلع 20 دور ما أشوف إلا نقطة. وكذلك أنا وأنت كلما ارتقينا في سماء الأخلاق رأينا كثير من المشاكل صغيرة.